الله يعطيكم العافية ويرضى عليكم. الله يعافيك. الله يعافيك. خلينا ياك. يخلي لي ياكم إلهي. بتعرفي شو؟ ما حسيته مهتم فيي أبدا. ليش بقى؟ يعني ما شاء الله عنه شو بياكل، مهتم بالأكل وبس، لك تطليع فيها ما تطلع، حتى ما لمح على شيء. كيف ما لمح؟ ما سمعت إنه قال لقى العروس وبتتجوز عن قريب؟ ايه مزبوط هو قال، بس بلكي قصده على وحده ثانيه غيرها. لا ولو ما بظن هذا الحكي. بعدين تعال اقول لك، وين هي الوحده؟ هلا صار لها معه شهر ما سمعت عنها ولا سمعته عم يحكي معها. هلا انا بالنسبه لإلي بتمنى، بس انت لا تشجعيها كثير على الفكره، لحتى يبين منه شيء واضح يعني، من شان ما تنصدم، يعني ما صار لها زمان طالع من صدمه ابوها. اوكي، نبهها. مع انه بصراحه مالي مقتنعه بتحليلك ابدا. يا حبيبه قلبي. الحذر واجب. بدي اسألك علاء، هلا لما معتصم بحبوا بعض؟ مزبوط، شو عرفك؟ مبين من عيونهم كيف بيطلعوا ببعض. الحب ما بيخبي حاله، ما هيك؟ لك أكيد ما بتسمعي شو بيقول لك المثل، الثلاثة ما بيخبوا حالهم، الحب والحبال وركوب الجمل. مزبوط. بنت عمي يلا تعي صار الشاي. يلا بنتي. وهي أطيب أرجيلة. يعقوب بتأرجل؟ لا لا إطلاقا ما بحب ابنه. معناتها بيني وبينك الأرجيلة؟ تكرم عينك. أكيد الشاي أطيب لأني أنا عاملته. بعتذر أنا آسف مو على الشاي يعني، بس بعتذر ممكن أحكي تليفون روح أحكي تليفون. إيه إيه. خذ راحتك. رح لبكك معتصم ماشي. خذ راحتك. ألو؟ إيه؟ لا بس أنا معزوم على الغداء عن جماعة. شلون شلون امشي يعني؟ لسه ما خلصت اكل احمل حالي وهو هلا خلصت. شو هالتليفون السري اللي بيخجل يحكيه قدامنا؟ بركي عم يحكي مع اهله. ايه ليش مو قلتي ما بيحكي مع اهله؟ ايه صحيح ماما، انت ضروري كانت تحجي وتسالي هالسؤال. لك بنتي مشان يبين انك ما حكيتي لنا شيء. ايه طيب. هلا بجوز يكون عم يحكي مع حبيبته، مو هو قال انه في وحده بيحبها ملاقيها وبده يتجوزها؟ لا ما بظن، اكيد عم يحكي مع رفقاته بالثقه. هلا نحن شو بدنا فيه؟ مع مين ما بده يحكي يحكي. ايش ايش؟ هلا اسف، اسف كثير شكرا. ما اشتغلت؟ بلا هلا عم شغل. طمنا كيف الشغل بالورد اخي يعقوب؟ منيح، يعني انت حكيتها بتم مع الورد. ما في احلى من الشغل مع الورد والشجر والالوان والريحه الطيبه. صدقني لما بطلع من المشتل بحس حالي بمناخ ثاني، ولما برجع احساسي بكل شيء بيختلف، يعني كل شيء له علاقه بالطبيعه. اخي ما بدك تصير تحكي عنه وتوصفه، تصير تحكي عنه هيك بطريقه شعريه، بتتحول فنان، يمكن ترسمه، يمكن تدندن له موال، يمكن تكتب له شعر. ليش انت بتكتب شعر؟ طبعا وعندي ديوان. ولحتى اكون صريح معك، بتتذكر لما كنت عم صورك بين الورود وانت عم تضحك وما بي الدنيا كلها بسمات وضحك؟ كتبت فيكي قصيده شعر. فيني انا؟ لك ايه فيكي انت. شفت؟ لموج حبيبتي قومي جيبي لنا الحلو الفواكه. ايه على عيني؟ لا 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 لا، اذا مشاني انا مضطر امشي. ليه؟ لسه بكير. والله لا يمن، بس يعني خلص. بعدك ما شربت الشاي؟ ان شاء الله دائما، اكلت عنكم وعني. مو وعدتني تروح معي على المحل؟ خلص غير مره. انا برايي اتركيه لا تضغطي عليه، يعني خليه ياخذ راحته. شكرا شكرا. يلا من عادة ها؟ اكيد اكيد. يلا باي. الله معك، مع السلامه. الله معك. عن جد اسف الهول، بس مضطر امشي، لا تزعلي. بسيطة. باي. باي. بالمناسبة الأكل كان كثير طيب. صحتين. سلمي على ماما. باي. يعني غريبة هيك قمتوا فجأة ماما. أبصر شو صار ماما. شو؟ كيف شفتوا لي هالشر؟ مبين انه آدمي، بس وضعه ما كثير عاجبني. ليش؟ بنتي ما بدي اعرف ليش مزعل اهله كل هالوقت. ما بتعرفي شو ظروفه. وانت معتصم كيف لقيته؟ يعني ما شربنا لنعرف خيره من شره.
صحي ليش ما قرانا القصيدة اللي كتبها فيكي؟ يعني معقول يقراها هون شو بعمل أمسية شعرية؟ بس يقرأ لك ياها أبي خبريني. خدي خالتي أرقي. ليش حاسستك ما حبيته؟ هلا أمينة من هالموضوع، خلينا نروح أشوف المحل يلا. يلا. اشتغلت. خاطركم. الله معك حبيبي. حبيبي. شو رأيك أنا وياكي نحضر مسلسل؟ جا على بالي قوم اجري الجليات. لا مرتعمي الله يخليك، هلا بس اقطع الكهرباء أنا بجليه. مثل ما بدك. يلا. هيك انا بدي اياه بالضبط. ممتاز. هلا انا فيني اعرف الحقيقه ليش انت بدك تفتحي محل ورد بالذات؟ ولا شيء، حبيت الشغل بالورد قلت بفتح محل. وانا كمان حابب صدقك يعني. والله ما في شيء. هلا انا بمون عليك انصحك نصيحه. ايه طبعا. لا تبيني له ليعقوب انك انت كثير مهتمه فيه. مهتمه فيه؟ ليش انا مهتمه فيه؟ ايه على الغدا كان مبين انك انت مهتمه فيه، وللاسف هو مو مبين انه مهتم. كيف يعني؟ هلا اذا بدك تسمعي نصيحتي اسمعيها، ما بدك انت حره. طيب ماشي، خلينا نمشي. طيب شو مشان المحل؟ حبيته كثير، يا ريت نكون فاتحين من هون لعشرة ايام. كثير منيح، خلص من بكره بنعمل العقود وانا بساعدك بتظبيط المحل. يسلموا ايديك، عم عزبك معي. هلا بس ما تكوني زعلتي مني هون. من شو بدي ازعل؟ لاني نبهتك مشان يعقوب. لا لا عادي. صباح النور. أهلين. بس اجيت اعتذر عن التاخير لانه كنت بالبلديه عم بعمل العقد تبع محل الورد. اهلا ولا يهمك، انا انشغل بالي عليك كثير مشان هيك اتصلت فيكي. اسفه كثير عن جد ما قدرت ادير التليفون، كنت كثير معجوقه. خلص بسيطه، هذه الشغله يعني. لا لا مشغوله كثير، عندي كذا تليفون لازم اعملها ضروري. طيب براحتك. باذن. هلا. نعم. فتحتي الفيس امبارح؟ لا ليش؟ بعثت لك القصيدة اللي كاتبها فيكي. عن جد؟ اليوم أول ما أروح على البيت بفتح الفيسبوك وبقراها وبعطيك رأيي فيها. أوكي. بالإذن. الله معك. طيب كيف ما بيحبني؟ إذا اليوم بس تأخرت شوي دق لي. بجوز مشان الشغل. أو بجوز لا. طيب وهي بعت لي القصيدة اللي كاتبها، ليش ليكتب لي قصيدة إلي إذا ما بيحبني؟ يا ترى ليش معتصم ولا ما هيك شككوني فيه؟ طيب معتصم بفهم لأنه ما بيعرف التفاصيل، بس لما لما يلي بقلها شو عم بيصير أول بأول، ليش هيك صارت تخوفني منه؟ مرحبا. اهلين. تفضل. لا شكرا، بس جاي بدي اسالك سؤال حقيقة. تفضل. هلا انت صحيح كنتي عندي بالمكتب عم تضحكي وعين الله حولك، بس ما بعرف حسيت هيك بشي شاغلك وزعجك. لا ابدا ما في شيء، بس هيك مشغولة بموضوع شخصي. بقدر ساعدك بشي؟ للأسف لا. خليك تفضل. لا بدي روح شوف العمال اذا خلص وقطف ولا لا. طيب هلا شوي بالحق. اوكي. يعني لو ما انه مهتم فيني كان بيجي ليشوف ليش زعلانه؟ اكيد لا. لأقوم الحق احسن شيء، والله حاسه حالي كثير اشتقت له. طيب لو اشتريت سيارة مو أحسن من المحل؟ على القليلة كانت وصلت أبكر وأحسن من شنطة التكاسي. لا يا أمي هيك أحسن لها، الشغل مع المحل بيعبي لها وقتها وبنسيها تفكر بوحدتها وحزنها أبوها، يعني بتغير جو.
عندي. ها ليك وصلك. مرحبا. كيفك حبيبتي؟ اهلين يا امي. الله يبارك. يلا حبيبي. وين رايحه؟ جاي جاي. وين؟ شو بها؟ ابصر شو بها. تتبسمين فتمحو ابتسامتك سوادا رسمه حزن الفراق، تتنسمين فينثر شعرك عطرا يمحو عبق تلك الزهور، تتمايلين فيحرك خصرك السنبلي الخصب كل ذكورة الأرض العشفاء، تتفوهين فينطق ثغرك ما لا تنطقه كل إناث الأرض لطفا بذي اللب، فكنت تسلبين منه ما يشغله. هلول، هاي قصيدة بسيطة كتبتها فيك وهي جزء من ديوان، رح أعمل أمسية قبل نشره، وأول ما أنشره رح أديكي نسخة. على فكرة القصيدة سميتها حسناء زهراء. حبيبتي بصراحة بدي أسألك كذا سؤال مع بعض. أول شغلة ليش فتي مستعجلة؟ تاني شغلة ليش كل هالقد مبسوطة وبتضحكي؟ وثالث شغلة وهي أهم شيء، إمتى بتحبي تشرفينا على الغداء لأنه رح نموت من الجوع؟ طولي بالك. سؤال سؤال. أول جواب فتت مستعجلة لأنه يعقوب قال لي إنه بعت لي القصيدة على الفيسبوك، ففتت بسرعة لحتى أقراها. تاني جواب أنا مبسوطة كثير لأنه القصيدة رائعة بتجنن. ثالث جواب رح اطلع اتغدى معكم بس لحتى تجي تقري القصيدة. تفضلي. لا لا بعدين بنقراها، هلا قومي خلينا ناكل. يا الله لما شبك من امبارح ما نقطع اجيب لك سيرة يعقوب، كأنه انت ومعتصم بتعرفوا شي عنه ومخبينه علي. لا حبيبتي ما في شي، بس انا عن جد جوعانة. خلص يا ستي بنقراها بعدين نتغدى. هاتي شو. ما انتبهتي شو كاتب آخر شيء؟ شو كاتب؟ لطفاً بزيل لبي فكنتي تسلبين منه ما يشغله. ايه شو يعني؟ شو يعني؟ يعني حبيبتي هذا قلبه مشغول بحدا تاني وحضرتك اجيتي رح تنسيها. هلأ انت هيك فهمتيها؟ والله؟ ليش انت شلون فهمتيها؟ ما بعرف. طيب فكري فيها كتير منيح، بس طبعا بعد ما نتغدى. يلا حبيبتي امي. يلا سوين انا جاي. على فكره ما رح استناكي اكثر من هيك. هلا لما لك بنتي شو صار معكم؟ رحتي تنادي لها وعصيتي جوا؟ وينها؟ يلا جاي. يلا اجت مستعجلة، ليكون صاير معها شيء. لا مرت عمي ما صاير معها شيء. لكن شو؟ بس بدها تبعت اسعار طلبيات ورد على الفيسبوك. غسلتي؟ ما غيرتي ثيابك كمان؟ لا ما رح اغير ثيابي، بدي اروح شوف مهندس الديكور مع معتصم. ليش معتصم جاي لهون؟ هلا جاي عن محل بس على البيت ما بعرف. يلا امي دخلنا من الجوع نحن ناطرينك. يلا يلا امي. يلا امي اسكب لك شربة. هاتي. لا اسكب. ايه ما تكتري. مرت عمي بدي اقول لك شغله. شو حبيبتي؟ في حدا بكره بده يجي يطلب ايدي منك. يطلب ايدك؟ ايه مني انا؟ بس يا بنتي خوالك موجودين. ايه بس مرت عمي انا بدي اياه يطلب ايدي منك، ما في حدا بوثق فيه غيرك. يا حبيبة قلبي يا لموش، بس مين صاحب الحظ السعيد؟ معتصم. معتصم؟
ابن اختي؟ من ورائي يا ملعين. بس مفاجأة حلوة ما؟ أكيد حلوة. ومن إمتى هاي القصة؟ مو من كتير. إن شاء الله ألف ألف مبروك يا رب. الله يبارك فيكي ويخلي لي إياكي. مبروك لبور. الله يبارك فيكي حبيبتي، عبالك. إن شاء الله آمين. شو حبيبتي؟ شايفتك كأنه ما تفاجأتي. أنا بدي أتفاجأ، نحن عم نطبخها سوا أساسا. يا ملعين، أنتوا طابخينها؟ ماشي. برد الأكل. نحن منتشرف يا ست نجاة نطلب إيد الأنسة لما لا ابننا معتصم. حبيب قلبي معتصم هو ولما بسعر هالة وبحبهم كتير، وهن اثنين معجبين ببعضهم وهن اثنين موافقين على بعضهم. يا رب يوفقهم إلهي ويسعدهم يا رب. الله يسلمك يا سيدي. نقرأ الفاتحة عن التوفيق. نقرأ الفاتحة. بسم الله. مبروك يا ابني. ان شاء الله مبروك يا بنتي. عبالك يا هلا. الله يبارك فيك يا خالد. مبروك يا حسين. الله يبارك فيك. عبالك يا هلا. يلا خلينا نسمح حالي. يلا مع شباب شباب على الريس شباب. الف مبروك. خليني صور لك. نظرة لعندي شوي. شو حلوين. صورة تانية. شو لابقينا بعض حلوين. تسلمي. صورها ماما لا تتلبى. ماما والله اول مرة بخطب. واخر مرة. ان شاء الله. ان شاء الله الله يبارك فيك. الف مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. عبالك. مبروك يا ابني. مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. شكرا. ان شاء الله عافية وخير. الف مبروك حبيبي. مبروك يا عمي. مبروك معتصم. حبيب قلبي. الله يبارك فيك. عبالك يا هلا. مبروك. مبروك يا مبروك. الله يبارك عمي. صار هيك قصتي طعم بقى بين بعض. مبارك عمي. مبارك عمي. مبارك عمي. مبارك عمرك ان شاء الله. الله يبارك فيك يا حبيبي. شو رايكم تقعدوا جنب بعض؟ ايه انا ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك. مبروك علينا نحن. الله يبارك فيك يا رب. امبارح كانت خطبة لما معتصم. جد ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك ونفرح فيك ان شاء الله قريبا. ايه وامتى العرس؟ امتى رح يتزوجوا؟ بعد شهر. وين رح يسكنوا؟ ببيته لمعتصم. قصدك ببيت اهله يعني؟ لا لا، معتصم عنده بيت لحاله. اه بنت عمك لسه بدها تضل مأجرة البيت؟ ايه اكيد. طيب سؤال، فكرة تبيعوا شيء؟ ما بظن. ليش عم تسأل؟ يعني عم فكر اشتري بيت حياة. ايه بس بيتها كتير غالي. قديش يعني؟ مو اقل من 20 مليون. قولي لا، شو 20 مليون؟ هدول بس بشوفهم بالمنام تبعي انا. ليش انت قد ايه مصاري؟ يعني والله بخجل اقول لك حقيقة. بحدود 3 مليون ونص. وليش بدك تشتري بيت؟ والله بدي اتجوز. طيب شو رأيك تستأجره؟ مو على اساس هي عاطية كلمة لجماعة؟ يا جماعة مسافرين، وينك وين ليرجعوا؟ طيب ما عندي مشكلة، بالعكس يعني إذا بتحكي لنا معاها وبتفوتي بيناتنا واسطة بتكون ملمونة. إمتى بدك إياه؟ يعني شي شهر زمان. إيه تكرم عينك، اليوم لسه بحكي لك ماما. تسلم عينك، تفضلي. تفضل. ضحكي. هلا أنت شو عم تحكي؟ مستحيل طبعاً يصير هذا الشيء. ليش مستحيل؟ أنت ليه ما ترضى على الفكرة؟ فهميني. لأنه أعطينا كلمة للزلمة ودفعنا رعبون، مو معقول نجي هلا نسحب كلمتنا. يا حبيبتي إذا خايفة أزعل معتصم لا تخافي، ما رح يزعل. لا ستي، مو معتصم. لكان شو؟ ما بدك يعني أقعد ببيتك؟ لك هلا شو بك؟ اصحي بقى. من شو بدي اصحى؟ يا حبيبتي بركي مو أنتي مقصودة بالعروس. مستحيل، كل شي صار بدل هالشي. لك كيف مستحيل؟ واحد رح يتجوز بعد شهر، لهلا ما فاتحك بالموضوع؟ ايه عم بيلمح. يحرق دي بالتلميح. هلا بشو عم يلمح؟ لا تقليلي القصيده.
هلا انت كنت تشجعيني عليه، وهلا لما عرفتي اني صرت حبه صرتي تلوميني. حبيبتي انا بعترف اني غلطت، بس انا كنت حابه اشوفك مبسوطه بصراحه اكثر، وتوقعت تحبي بهي السرعه. هلا انا ما بدي اياكي ترمي حالك عليه، ولا بدي اياكي تعيشي الصدمه. افتتاح محل الورد بعد 5 أيام، رح أعزمه. حاولي أنت ومعتصم تسحبوا منه حكي. ماشي حبيبتي، أنا بتمنى إحساسي يكون غلط. ايه وحسب لي اياهم كلهم بسعر الجملة، وقف الواحد ب5000. بس حلوين كتير. ما هي؟ ايه؟ عن اذنك شوي. يلا حبيبتي. ما بدك تقطعي الجاتو بقى؟ يلا هلا دقيقة بس لنص جايتو. هلا يلا بقى ما بدنا نقطع الجاتو؟ يلا خلينا ننطر بس شوي الله يخليكي. طيب ماشي. وين صاحبنا؟ يلا ما بقى الا يجي هلا. شو ما بقى الا يجي؟ العالم عم تستناك تقطع الجاتو. لسه في وقت. اي وقت هلا؟ هلا انا اسف ما رح اقدر اجي، عندي مشوار ضروري كثير. هاتي لنشوف. اسمعي طلعي فيني، خليكي قوية، اوعك تنزل لك دمعة. هلا بس نروح على البيت بتبكي قد ما بدك. هلا تفوتي قدام العالم وتقطعي الجاتو ولا كأنه صار شيء. هلا خليكي قوية مثل ما بعرفك. ايه يلا حبيبتي شدي حالك، يلا تسمي. يلا تفضلوا يا جماعة نقطع الكات. يلا تفضلوا يا جماعة تفضل. بابا لو سمحت. انا ما بقول شكرا يا عمر، تفضل عمر. صباح. بعرف انك زعلانه مني، بس صدقيني صار معي ظرف وما قدرت اجي. بس بكل الاحوال هي هديه متواضعه حطيها عندك بالمحل. شكرا. هلا هي الطريقه بالشكر بتدل انك زعلانه وزعلانه عن جد. عم انا زعلانه. طيب انت عادي وانا قاعد بدي اشرب قهوه. بلا. ألو لو سمحت واحد قهوة. شكرا. ليش ما بدك تشربي؟ شربت كثير اليوم. ايه واضح. وشكلك بكياني كثير كمان. لا لا ابدا بس ماني نايمة. لا مو صحيح. من أول ما فتت لعندك وشايف دماتك على خدك. ما كنت رضيان أسألك، قلت لحالي بتحكي لحالك. بس هلا مضطر أسأل. شو بكي شو صاير معك؟ لا 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 شو بكي هلو؟ ليه؟ ليه هيك عم تبكي؟ لو سمحت تدني بحالي. يعني ايه انا ما بدي اضغط عليكي، بس صدقيني ما في اي شيء مستاهل حتى تنزلي دموعك كرماله. معك حق. طيب بالمناسبة بدنا بس كنت جاي لعندك لعزمك على مسيتي الشعرية بكره المساء الساعة 7:30 بالمركز الثقافي مشروع دمار. بتمنى تجي وما تردي لي اياها واحدة بوحدة لأنا ما اجيت على افتتاح محلك. إن شاء الله. باي.
لا خلص انا بحكي مع الجماعه وشوف شو صار معهم. يلا باي لانه عم يدعي. باي باي نحكي. خلص با مرحبا. اهلين هلول. لواتي؟ ايه. لك صحيح انا طلعت من عندك ونسيت اسالك شو صار مع بنت عمك مشان البيت؟ هلا بصراحه طلعت قاعده رعون من العالم ومو حابه تكسر بخاطرهم وخصوصا وقت مضيق وبتعرف انت البيوت هالفتره كثير صعبه. لا ولا يهمك. خلص مسوء حظي، دور على غيره. انا بصراحه كنت جاي مشان اتشكرك على هديه كثير حلوه، يسلم ايديك. لا لا لك هالهول، لك انت كل يوم بتهديني احلى هديه بالعالم هي ضحكتك. المهم رح تجي على المسا الشعريه تبعي ولا لا؟ ايه اكيد جاي. بتعرفي شو بتمنى تعزمي لما ومعتصم كمان. وليش بقى؟ لان الشعراء الجداد بحبوا يعملوا دعوه عامه ويعزموا كثير عالم لحتى يصدقوا حالهم انه هذا جمهورهم، بيكذبوا الكذبه وبيصدقوها. لك لا مو هيك القصه اعوذ بالله، بس يعني بيهموني لانه من طرفك. عم بمزح معك، بس ما قلت لي قد ايه بدك تدفع الواحد؟ شوفي هو على الراس 25 بس كرمالك 1000. لا لا عم بمزح، رح جيبهم اكيد ولا يهمك، بس بشرط تشربني قهوه. تكرمي. يا فادي نايم سادة لعندي على المكتب، بس لا تجي قبل بوقتك. يلا السلام. نور المحل. طمنينا كيف الشغل؟ والله لسه ما بين خيره من شره. شو هالفازة الحلوة؟ امتى جبتيها؟ هي اجتني هدية اليوم للمحل. ايوه من مين؟ من يعقوب. ايوه يعني هي رسالة اعتذار؟ ما بعرف بجوز، بس اسمها هدية. طيب خبرتيه عن البيت؟ ايه خبرته، وعلى فكرة هو عازمكم انتوا اثنين بكرة على أول أمسية شعرية لإله. لا لا دخيلك، ما لي مصلحة بهالأمور منوب. طبعاً أنا إذا ما رح معتصم ما فيني روح. شو هالسؤال أنتوا اثنين؟ عمو ما أغلصكن، والله إذا ما بتروحوا لبطل أحكي معكن. طيب تكرم عينك، أنا كرمالك رح أروح. وأنا كمان، أمري لله. هلا؟ أنتِ بتحبي له يعقوب؟ بصراحة، إيه. طيب، أنا بكرة بعد الأمسية الشعرية عاملكن عزيمة. رح أعطيه فرصة إذا عنده حكي يحكي. أوكي ماشي. أنت مطولة بالمحل؟ لا يلا ليتني بسكر أمشي معكم. ها؟ يلا على السريع لأنه جاي على بالي أسلخ نفس أرجيلي مع كاسة مادة. يسعد مساكم، بسعدني حضوركم جميعا. هي اول امسيه شعريه لي بعد نشاطي الجامعي، وحقيقه اليوم بدي اقرا قصايد من ديوان جديد يعني نضج من كم يوم وصار بالمطابع عم يتهيأ للنشر بالمكتبات. عنوان الديوان على اسم حبيبتي واللي رح تصير شريكه عمري بعد شهر، ريم. مالك يا اصغر؟ لا تخليش من ديوان بعنوان ريم على اسم حبيبتي يحتوي على قصيدة واحدة فقط بالفصحى رح أختتم فيها الأمسية بعنوان حسناء زهراء، إهداء لهي الحسناء. افتتح الأمسية بقصيدة من الشعر المحكي بعنوان كانت عيونا.
كانت عيونها عم تحكي حكاوي عن عمر الصبا والخجل بالحلا دار. كانت عيونها عم تحكي حكاوي زراء السما بنص النن طاوي، مع كل رفة رمش قلبي بيهجر شمالي وبيفرش حاله عطريق شفتها خمر ومن شلال الريق اشرب أنا العمر. يا حسرتي نصيبة طيب الزهر وأنا نصيبي بس السكر، وتبلش عيوني تلعب لعبات ولاد طميمة وعيش وسبع بلاطات، وولد بقلب الليل تعب وضاع بسفل الحارات. والضحكة والضحكة وش بنوتة بعمر العيد بمقعد مدرستها عم بتردد النشيد عن الوليد والشهيد، وعيونها عم تحكي حكاوي عن ولد ضايع بين الحواري. صدقني هي أكبر العلامات عن يوم الميعاد بعد ما ربي خلق هالضحكات. صدقيني ما في ولادة إلا من بعد الطلقات، رح ترجع يا شام تجيبي ولاد جداد وتهديهم هالضحكات، مو أنا اللي قلت هيك ربي كرات. القصيدة التالية بعنوان عيون حور. يخرب عقل عيون حور، وحدة نار وحدة نور. يخرب عقل شفافة ورد، هن شقى وهن سعد. يا أمي بريئة سر، شفة حلو وشفة مر. بس يا أمي مشوارها طويل، خطوة دغري وخطوة ميل. يا ويلي اسمها سحر، تكي حقيقي وتكي شعر. يخرب عقلها يخرب عقلها كل فصول، برد قاسي ونفى خجول. يا ويلي شو عمرها عتيق، منا العدو ومنا الرفيق. بس يا أمي عش أهم، شوية دوا وشوية سم. ويا أمي قربة حلم، نصها حرب ونصها سلم. شو بتشبهك يا أمي شو بتشبهك يا أمي، سماها حمام، رف غربة ورف شام. الله الله الله. حبيبتي قومي حاكيني بركي بترتاحي شوي، لا تعملي حالك نايمة، أنا سمعانة صوتك إنك عم تبكي. حبيبتي بعرف إنه صعبة، بس والله البكي ما رح يحل الموضوع. هلولي قومي حاكيني شوي،
خلص أنا ما بدي ضايقك، بس اليوم رح نام جنبك وما رح أحكيك شي. حكم الهوى وشرط غيم تشرين، حكم الهوى وتفرقوا الحلوين. لو ما الهوى ما بيضحك الياسمين، لو ما الهوى ما بيفرح الحزين، لو ما الهوى. مرحبا الهول. اهلين. شو الاخبار؟ الحمد لله. ان شاء الله على طول يا رب. كيف خطيبتك؟ ممتازه وبتسلم عليك كثير. عطفت لك هدول الوردات لقلك مبروك بالخطوه. كلك زو، ان شاء الله بنفرح فيكي. شو بايدك هيك مجروحه؟ ولا شيء، انجرحت وانا مقطف الورد. جيني ورجيني. طيب اشكي، هي بايدك ساويه. ليش ما سويتيهم بالمقص؟ لو قصيتهم بالمقص ما كنت انجرحت. ما فهمت. ما بالضرورة تفهم. تفضل. وليه ما خبرتني انه عندك حبيبة حلوة هيك؟ شلون ما خبرتك؟ بالغدا لما كنا عندكم بالبيت قلت لك، ولما طلبت استأجر بيت لما كمان اجيت خبرتك. قصدي يعني ليه ما جبتها وعرفتني عليها؟ هيك قصدك؟ لا، ريم بتغار علي من اسم الطايرة وما بحب اخسرها حقيقة، يعني انا مستعد اخسر الدنيا كلها كرمال خسرت اهلي. صحيح، انت شو قصتك مع اهلك؟ كل مرة بتقلي بدي احكي لك وما حكيت لي ولا مرة. هذا يا ستي، اول ما فتت على الجامعة كنت حب بنت عمي لجين. نحن وصغار درسنا بالمدرسة سوا وبعدين أخذنا البكالوريا سوا. أنا درست هندسة زراعية وهي راحت درست طب أسنان. لما صرت بالسنة الثانية خطبنا. فجأة هيك بتطلع بحياتي ريم. تسلم قلبي. ريم دارسة حقوق، بتكون بنت عم حدا من رفقاتي وأخت خطيبته. مثل العادة بتعرفي الشلل، بصيروا يطلعوا مشاوير مع بعض. شوي شوي صرت أحس بمشاعر اتجاهها. بعدين تأكدت اني بحبها. طيب ولجين بنت عمك؟ لجين بنت عمي يبدو كانت حب المراهقة اللي مستحيل ينضج. بس لما تعرفت على ريم تأكدت انه مشاعري نضجت وانه هي خياري الحقيقي. لما تخرجت رحت صرحت لجين بالموضوع. تركنا، تدخلوا اهلي واهلها وصارت مشاكل. بابا اللي بغضب عليك اذا ما بتتزوج لجين قدام كل الضيعه. انا كرده فعل طبيعيه تركت الضيعه. كمان بابا كرده فعل طبيعيه حرمني من الورثه وسجل كل شيء باسم اخواتي على حياه عينه. والانكى من هيك انه حرم العائله كلها تحكي معي، لا امي ولا اخواتي. اوف، خسرت اهلك كرمال حبيبتك؟ لك ايه طبعا، هلا ما في احلى من الحب. جد روحي جربيه وشوفي كيف. يعني انت بتوصلي لمرحله ما في داعي تتنفسي لانه هو عم يتنفس، وحتى ما في داعي تشوفي لانك انت عم تشوفي من خلاله. ولجين نسيتها بهالسرعه؟ بصراحه اكتشفت انه حبي لجين هو حب اخوي.
يعني مثل ما بيقولوا كنا متعودين على وجودنا بحياة بعض. بكل أحوال هلأ هي تزوجت ابن عمي الثاني. طيب تتهنوا. أستاذ يعقوب أنا بدي أخذ إجازة أسبوع كامل. أوف ليش؟ مسافرة أنا وأهلي على الضيعة. في شي ولا بس هيك؟ لا ما في شي، مجرد هيك استجمام. طيب ما بدك تحضري خطبتي؟ ليش إيما؟ يعني بعد 3 أيام. لا بكون سافرت. تتهنوا. أنا صار لازم أقوم. الله معك.